الأسفرة، دخول الجنب إلى الحمام البخار، هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ حمام بخار فقط. شو معنى حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار، فإذا ما دخل في هذا المكان وبرود جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه. من رأسه إلى أطرافه. فادي استأذن لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. وبركاته. كان بعضكم بالسلام ثم بركاته. السلام عليكم. هل تعتقد عربية أنه اغتسل؟ ذنب فلح الله. لا هو لا تحل. الله أكبر. لا تحل. أو ما غلط. اسمه حمال. اسمه بالسلم. بعدين قولك اسمه حمام خطأ. اسمه ماذا بيوقع؟ قولك اسمه حمام خطأ لغة. أنت رجل عربي تختي في اللغة مانسة كثير وقت أخذ اللغة العربية. إذن هذا قولك أنه هذا اسمه حمام مثل هل يسمي الماء المقيد ماء نعم عليه شوف أنت من يا أبو ماهر أريد أنك أنه لا تفتح عن الجنة. نعم لكن أريد أن نبحث لغة 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 شغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بأن هذا حمام فقلت لك هذا خطأ. مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ثم يبني عليه حكما شرعيا فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء. أنا أقول لا قولك هو ماء خطأ هو ماء مقيد. وتقول مثلا ماء رخسوس ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح. فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء. المهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء. ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تقاطر ماء كما تقول مع أن يرتل جسد كما تقول أن هذا اسمه فسد الوقت وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق لابد منهما فلعله من قوة البخار بيدخل بقى كذلك الرأس الشاق ويصير المضمضة والاستنشاق كذلك العورة. تعرف أن بعض العلماء يوجبون الدلكة بدك تمسك الإبري باليد الشمال وكاس باليد اليمين خليك خلي ورا حطه شوف تعال تعال عشان تملك ايوه ايوه هلا بتيجي بتعطيني خليك خلي ورا احمد نص كاس جرعه ايوه بس مشان تتعلم على السني بارك الله فيك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله تفضل
شو بيكون الاخر هو في الخوف ولا يجي لا اله الا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الكاسة والشمال يصب يعطي بالشمال عوض يمين بدك تعتني فيه ان شاء الله. قال لهاد انت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن راعين والله بتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عاد بده متابعة في مكتفي بده متابعة شيخنا احنا ها هي هاي معلش بنرسم لهم اشاره على ايد اليمين للاولاد بصير نقول بابا انمحت الاشاره هذه اليمين حط لنا اشاره يمين عشان بابا متابع يلا اقل يقول الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة في اثار تبحث عن عمر من الاستعاذة في كل بداية ركعة في بداية كل ركعة ما عليك ما علي. أو عن غير عمر. نعم. أو عن غير عمر. من أخذ ابن حزم في المحل أثار عن كذا صحابي إنه من السنة الإصرار بالاستعاذة مثلاً وبالدعاء الاستفتاح بالقرن في كل ركعة. الاستفتاح أيضا في كل ركعة؟ لا. الصلاة. ما عندي أعرف. ليش القول الحق بالاستعاذة في كل ركعة؟ الراجح. نحن هذا الراجح عندنا. الله.